بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذه عقيقة ابني دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره. اللهم اجعلها فداء لابني من النار. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذه عقيقة بنتي دمها بدمها ولحمها بلحمها وعظمها بعظمها وجلدها بجلدها وشعرها بشعرها. اللهم اجعلها فداء لبنتي من النار.